السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة عن عصير الليمون. عصير الليمون وهو ما ينتج من عصير عند عصر الليمون. ويعد عصير الليمون أغنى الثمار بفيتامينات ب ودي. عصير الليمون شائع الاستخدام في الطبخ، بالإضافة إلى أن الليمون يستخدم لإضافة النكهة إلى بعض المشروبات مثل مشروب الليمونادة أو بعض المشروبات الغازية، وإنه علاج لكثير من الأمراض. أكد باحثون أن تناول عصير الليمون في نقي الدم ويساعد الجسم على التخلص من سمومه. ثمرة الليمون فعالة في محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى، كما أنه يقوي جهاز المناعة لجسم الإنسان. وأوضح الباحثون أن شرب عصير الليمون مفيد لمرضى القلب، لأنه غني بالبوتاسيوم، حيث توجد في الليمون أملاح معدنية ومواد حيوية مثل الكالسيوم، الحديد والفسفور والمنغنيز والنحاس، وفيتامينات B1، B2، B3، ألف وجيم، التي تلعب دورا مهما في التوازن العصبي والتغذية. ويعتبر الليمون أحد المهدئات الطبيعية التي يمكن وضعها على الجروح، بالإضافة إلى أنه يوقف النزيف. ومع نزلات البرد الشائعة والإنفلونزا يشرب عصيره الطازج، حيث يخفف من الأعراض، وكذلك يوقف نشاط أي عدوى أخرى من الممكن أن تظهر كتطورات للإنفلونزا، وذلك لخواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات. كما أن يوضع عصير الليمون على لدغة النحل أو الدبور لتخفيف الألم. وكانت دراسات سابقة أكدت أنه مجرد تشم رائحته ترتفع معنوياتك وينشرح صدرك، كما يؤكد ذلك خبراء العلاج بروائح النباتات العطرية. الليمون فاكهة الشتاء العجيبة. توسع علماء الطب والنباتات والأغذية في ذكر خصائص الليمون وفوائده، وخلاصة ما قالوه أن الليمون مركب من 3 أجزاء مختلفة المنافع والقوة، وهي القشر، الحامض، والبذر. ومن فوائده أنه مقوي للمعدة وللقلب. ومن الوصفات العلاجية التي يدخل فيها الليمون وصفة لمحاربة السمنة. ينقع قليل من الكمون في ماء مغلي مع ليمونة مقطعة حلقات، ويترك طول الليل ويشرب صباحا على الريق. وصفة لمحاربة نفخة المعدة والأمعاء. ينقع قشر ليمونتين أو 3 في نصف لتر ماء، وتضاف إليه عدة قطرات من عصير الليمون الطازج، ويشرب صباحا على الريق قبل الإفطار. ويوصف الليمون لكل الناس وفي كل الأعمار بلا استثناء، بشرط أن يخفف بالماء، لأن عصير الليمون الصافي يؤذي في بعض الأحيان، لأن ما يحتويه من حامض الليمون يجعله مهيجا لأغشية الجهاز الهضمي، قد يسبب حروقا في المعدة والأضرار بمينا الأسنان. أيضا هو مفيد للمعدة والكبد، ويقوم بحماية خلايا الجسم وتعزيز أجهزة الدفاع فيه. ويجب أن يتم اختيار الليمون ذي اللون الأصفر اللامع، لأن الليمون الأخضر أو الأصفر الباهت الذي لم ينضج بعد تكون حموضته عالية وفيتامين جيم قليل به. كما يجب اختيار الليمون للقشرة الرقيقة الناعمة الذي يحتوي على عصير أخضر من عصير الليمون السميك القشر. ومن الفوائد الأخرى لعصير الليمون أنه يعالج التسمم، ويبيد الجراثيم، وينشط كرات الدم البيضاء، ويهدئ الأعصاب ويقويها، ويعالج الصرع والإسهال والروماتيزم وإدماء
التهاب المفاصل وتعفن الأمعاء والتهابات البروستاتا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.